حياكم الله من جديد مشاهدينا في كل تحديث من منظمة الصحة العالمية لقياس جهود الدول ونجاحاتها في مكافحة فيروس كورونا. نشوف مملكة البحرين ولله الحمد تحقق هالمعايير، وهو ما يدل طبعا على ان احنا نسير ولله الحمد والمنه بالاتجاه الصحيح. راح نتكلم اكثر عن جهود البحرين في مواجهه الفيروس، ويسرنا ان يكون معنا الدكتور وليد المانع وكيل وزاره الصحه. يا هلا وسهلا فيك دكتور، مبارك عليك الشهر. مبارك عليكم الشهر، مساكم الله بالخير، ومشكورين على هالبسمه، مشكورين على هالابتسام اللي موجوده، بالعكس يحق لنا في البحرين بصراحه، ونفخر باللي عندنا وصلنا في هالديرة هذه، ان احنا نبتسم دائما. بالعكس اشجعكم تبتسمون كل يوم، سواء عامه بالشده او بالرخاء. والحمد لله رب العالمين احنا في البحرين فعلا نتميز كثير من الامور اللي الناس يمكن تلحظها، واذا ما لاحظتها نذكرها احنا من وقت الى وقت. اليوم في هالديرة هذه الحمد لله رب العالمين، في دول ثانيه عندها خلينا نقول توتال لوك داون، عندها حركة ضعيفة جدا، وغير وما يقدرون يتحركون من منازلهم ولا حتى قضاء أمورهم بحاجاتهم الرئيسية. الحمد لله بعدين إحنا قاعدين نمارسها طبيعية بدون أي مشاكل، عندنا مطاعم ما زال مفتوح الحمد لله رب العالمين، مواردنا اللي تينا بشكل يومي ما توقفت، عندنا كوادر مشكورين ما قصرتوا على هالكلمة في المقدمة، كوادرنا الصحي اللي نفتخر فيه إحنا دائما، وجهد اللي هم بذلوه، عندنا قيادة طال عمركم، القيادة اللي نظرتها كبيرة ودعمها دائما معانا، ومعانا يوم بيوم عامة تسهر، وهذا يعني شيء احنا نفخر فيه، ويجعلنا احنا بالعكس في سعادة دائما وفي ابتسامة، والله لا يغير علينا ان شاء الله يا رب. اللهم امين. يعني دكتور احنا لما نتكلم عن هذا التحدي الكبير اللي اليوم يواجه مملكة البحرين، نجد نفسنا دائما يمكن نتحدث واحنا بكل فخر ان احنا قادرين على مواجهة هذا التحدي بفضل طبعا يعني رؤية قيادتنا الرشيدة، طواقمنا الطبية، رجال الأمن، والجمهور ايضا يعني اليوم اثبت وعي كبير جدا، فالحمد لله كلنا يد بيد قاعدين نحاول ان احنا نحد من انتشار الفيروس. بس يمكن دكتور اليوم نبي نتكلم تحديدا معك عن المعيار اللي اضافته منظمة الصحة العالمية، نبي نعرف احنا وين من هذه المعيار المرتبة اللي حققناها فيها. اول شيء شكرا لكم ان وجدتوا هذا الموضوع، هو بصراحة بالاهمية نتكلم فيه. احنا في البحرين عامه لما اشتغلنا الحمد لله بعموقنين، وعندنا ايمان يعني كامل بان ما نقوم فيه يعني هو قد يكون اكثر من المعايير الموجوده عامه في الدول يعني حتى المتقدمه. واحنا كنا ننتظر ذاك الفتره، كانت تذكرون ياتنا اشادات عامه دوليه سواء من WHO حتى من خبراء مثل خبير عامه اللي وجدنا كان من بريطانيا، وفعلا ذكر جهود البحرين. اليوم احنا اللي قاعدين نشوفه نقيسه بمعايير موجودة من قبل منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية حطت معيار جديد، هذا المعيار له علاقة بالفحص وأهميته، وكانت يتكلمون في هذا المعيار بحيث أنه يبون يعرفون لكل حالة موجبة أنت تحصلها إيش كثر حالة، كم حالة سويت لها فحص ثانية، بحيث أنه ما تقل عن 9 حالات لكل حالة. يعني أنا لو عندي 10 أشخاص منهم حالة فقط واحدة موجبة، المتوقع من ذي الدولة من المجهود اللي هي تسوي أنها تروح تبحث في 9 أشخاص حوله قد يكون سالم من نتائجهم فعلا، عشان أتأكد أنا وين محدودية انتشار هذا المرض. طبعا مقارنة في الدول تبذل جهدها طبعا بحيث أنها توصل حق هذا يعني هذا الرقم، أما إحنا في البحرين فإحنا وايد بعيد، أكثر من يعني خلينا نقول أنه هو أكثر كفاءة من هذا الرقم. والمثال فيه أن إحنا في البحرين الآن عندنا 2%، يعني الساعات الواحد يكون مو واضحه عنده، يقول والله انت قاعد تتكلم لي عن 10%، يقول لك اللي هم منظمه الصحه العالميه، وانت راح مسوي لي نظام او معيار في 2%، انت اقل من WHO. لا، هي احسن من WHO اللي حاطته كمعيار بحوالي 4 إلى 5 أضعاف. كل ما اقل كل ما طبعا كل ما اقل كان احسن. والقصد فيه شنو؟ انه لو كانت انا في البحرين عندي حاله موجبه، كاني اسوي لما يقارب حوالي 49 شخص دار ما داره هنا، أتأكد من سلامتهم لهذه الحالة عامة، يعني المخالطين له إلى 49 حد تقريبا أو شخص. وعلى فكرة في البحرين ساعة نقوم إحنا بأكثر من ذي العدد لو كان هناك في حالة موجبة وفي مخالطين لعدد أكبر، ولكن كمعدل عام لكل الحالات اللي إحنا نقوم فيها كأن كل حالة أروح ل 49 تقريبا شخص عشان أتأكد من سلامتهم وما يكون عندهم أي مشاكل عامة في المخالطة. فمن شيء 2% لما نتكلم عنه، إيه نعم، كل شخصين في البحرين أنا أسوي لي 98 شخص ثاني بعدهم. نعم. عشان أتأكد من سلامتهم أنهم ما عندهم أي مشاكل. يعني النسبة نقول مرتبطة بتتبع المخالطين. هي بالضبط. إيه نعم. أنت إيه نعم قدرتك أنت على الفحص إيش كثر،
وقدرتك على التتبع كذلك، وهي مهمة ترى. يعني قضية أن ساعات ممكن تقول والله أنا خلني أسوي لي مثلاً، أنا عندي والله حالة إيجابية، خلني أسوي لي والله حالات بعد عشان أكمل العدد. أول شيء هل أنت عندك قدرة للفحص؟ نعم. شيء ثاني هل عندك قدرة للتتبع؟ وفي البحرين الحمد لله رب العالمين عندنا هذه تميزين، لأن أنت الشخص اللي موجود عنده حالة اليوم موجبة، قدرتنا إحنا حق تتبع الأشخاص المخالطين. نعم. يعني تعتبر يعني نموذج، لان انا عندي يعني كل الحمد لله رب العالمين خلينا نقول مؤسسات البلد كل وزاراتها قاعد معنا تشارك بحيث انه يكون في هناك تتبع سليم للاشخاص عامه المخالطين. شيء ثاني احنا قاعدين نسوي اكثر من مجهود في وقت واحد، يعني ل 100 شخص لين عشان بس ابين لكم اياه اخوي بسام، انا حصلت واحد حالته موجبه. نعم. عندي فريق سلمك الله للتتبع يمكن يتتبعون 30 شخص منهم، لكن أنا عندي في نفس الشيء في البلد عندي وحدات متنقلة تروح داخل المجتمع وتشوف إذا كان في عندهم مشاكل. نعم. فالسبعين الباقين يروحون لهم وحدات متنقلة. طيب، وبعد عندي أنا اللي هو درايف ثرو، أسوي الاسم بالاسم اس الآن يطرشون مسجات لعشرين في كل محافظة عشان يجون، فإحنا نفحص 80,000 شخص تقريبا في اليوم. دكتور، يعني خدمة اللي هي الفحص العشوائي أنا أعتبرها يعني خدمة بالعكس إضافية تقدمتها حق المواطنين لحد من انتشار الفيروس. وفي بعد ايضا يعني قدمتوا يعني خطوه ثانيه فيما يتعلق بنقل المواطنين من الحجر اللي هو مراكز الحجر الى الحجر المنزلي. نعم. شلون هذه الخطوه؟ والله هذه الخطوه اولا جاءت يعني بمطلب رئيسي من الناس، يعني بعد عشان نتكلم فيها بوضوح، يعني هي احنا وايد مهم عندنا سلامه مواطنينا عامه والناس المقيمين، سلامه سواء الناس اللي موجودين في المحاجر او حتى خارج المحاجر. اي نعم. فلا تنسى احنا داخلين على ايام فضيله والناس يعني تبغي ان تكون عامه بين اهاليها، ولكن عندنا احترازات شديده شويه. نعم. فوجودهم في المحاجر كان يعني توفر لنا سلمك الله نظام اللي احنا الاساور الموجوده حق متابعه جميع الناس اللي بيطلعون بيروحون للعزل المنزلي. الان عندنا العدد اللي موجود في المحاجر سلمك الله ذي الناس يجي من خارج البحرين. نعم. ويوجدون هناك لمده تقريبا حوالي اسبوعين، وبعد اسبوعين طبعا نتاكد من فحصهم انهم عامة سليمين يخرجون على المجتمع. هذا ما في ولا احد منهم يدخل المحجر قبل ما نفحصه، فجميع الحالات هذه تكون سالبه موجوده في المحاجر فقط للتاكد منها اذا كان بعيد الشر عندها يعني متابعات اعراض ولا حاجه. الان نقلها الى المنازل باحترازات معينه، احنا اعطيناهم طبعا البريسلت او الاساور هذه للمتابعه، إضافة الابليكيشن هذا اللي احنا الحين قاعد اليوم نتداولها ونعرف عنها، وفي متابعة يومية من قبل الطاقم الطبي احترازيا، وكذلك هناك فحوصات بتؤدى لهم. نقلهم من مكان في حجر إلى حجر عامة منزلي، احنا عندنا وعي في البحرين الحمد لله رب العالمين، ووجودهم وقربهم مع أهاليهم بالعكس هذا شيء مهم خلال فترة الأيام هذه. وشيء ثاني نحن ضمننا الحمد لله بالعام بوجود هذه الأساور للتتبع فيها. في ضوابط يعني. ضوابط طبعا كثيرة في تابعة عامة شديدة. نعم. إحنا ما نبي نحرم الناس من يعني. لمتهم. لمتهم ما نبي على لمتهم بحيث إنه يلتمون. لا أكيد طبعا لما معه. قصد رجوعهم إلى منازلهم. نعم. لكن في نفس الوقت أنا عندي ضوابط عليهم صحيح. مشددة. فالحمد لله إحنا بالعكس طلعنا من المحاجر هذه إلى المنازل خلنا نقول بوعي الناس بطلبهم. باحتياجاتهم، في نفس الوقت حطينا لهم خلينا نقول نظم ومعايير معينه وانظمه يلتزمون فيها. اكيد طبعا دكتور ما في شك، يعني كل اللي تقومون فيه امانه يعني ترفع لها القبعه اكيد، واحنا اكيد يعني مثل ما قلنا دكتور دائما نتضامن معاكم ونتكاتف معاكم. واليوم دكتور يعني كل الناس يعني حتى اللي في البيت اليوم افراد الاسره حتى ان كانوا اطفال صاروا على علم ودرايه ومعرفه بهذا الفيروس وكيفيه يعني التصدي له. احنا لازلنا متابعين معاك دكتور، ولكن خلينا نتابع مع مشاهدينا هذا التقرير وراجعين نستكمل حديثنا مع الدكتور وليد المانع.
رجعنا لكم مرة ثانية ولازلنا مع ضيفنا الكريم الدكتور وليد المانع. دكتور، الحين مع دخولنا الشهر الفضيل طبعا المؤسسات كلها تعمل والمرافق الصحية كلها تعمل، لكن هل تغير عليهم العمل في رمضان أو ما زال على نفس الوتيرة؟ نعم، الخدمة عامة يعني ما تغيرت مثل أي خلينا نقول موسم من مواسم رمضان السابق. حرصنا أن الطواقم عامة يعني في ذي الفترة فعلا هم مجهودين، فعلا أنهم عليهم عمل كبير، لكن في نفس الوقت إحنا بعد ما نبي نقلص الخدمة الأساسية اللي تقدم عامة حق الناس. فالمراكز الصحية موجودة دوامها نفس ما كان عليه في رمضان السابق، ما اختلف فيها أي شيء، ولكن استحدثوا نظام جديد. والأنظمة اللي استحدثت عامة سواء في مجمع سلماني الطبي أو المستشفيات العامة وحتى المراكز الصحية أن هناك في استشارات عن بعد، وصراحة تجربة كانت ممتازة أن يتواصلوا مع الناس. صار التواصل أكثر حتى من الشخص اللي بيجي المركز الصحي مثلا مرة في الشهر، الآن حتى ممكن يتصلون عليه مرتين أو ثلاث، وصار في هناك استحسان من قبل الناس اللي تواصلون معهم ولي لهم متابعات مثلا أدوية ما أدوية، ما يحتاج أنه عامة يكلف على وحويه إذا كان ما في هناك لحاجة للمركز الصحي. لكن المركز الصحي عامة عملها الخدمات اللي تقدم فيه الأساسية والرئيسية ما زال طبعا موجودة وما فيها أي خلل، وإحنا لا يمكن نحن عامة نقلص من هذه الخدمات بحاجة الناس عامة لها، فهي موجودة. دكتور، يعني في رمضان يمكن شوي الوضع يكون مختلف، عادة رمضان له خصوصيته وفي بعض الطقوس اللي الناس معتادة أنها هي تسويها في شهر رمضان، لكن هذا رمضان استثنائي ولا بد أن احنا كلنا نكون حريصين على سلامة أنفسنا وسلامة الآخرين. نبي نتكلم معك دكتور عن أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوب أن احنا نسويها وشلون قاعد يبين أثرها معنا لليوم. أولا أنا أعتقد أن شهر رمضان هو فرصة أكثر من يكون يعني تحدي للناس. أنا فعلا ندري أن احنا دائما متعودين الناس على الطلعة في رمضان، متعودين على الزيارة من مكان لمكان، متعودين على أن يكون هناك في يعني يمعة على لقمة، يمعة على صحبة، يمعة على شيء عامة مفرح، وإن شاء الله الأفراح تدوم دائما. لكن الآن الظاهر أنا أعتقد أن هذه وقت أنه هو إظهار المحبة أكثر. ويعني أنا وارد تعليق جردي من السابق يقول على قولتهم إذا تحبني لا تحبني. إحنا الحين في رمضان سلمت الله الناس صارت عندها الإحساس بالمحبة والمسؤولية في نفس الوقت، فإن أنا عشان أبين أنا قدر محبتي للشخص الثاني، التزامي، مسؤوليتي تجاه هذه الأمور والاشتراطات اللي إحنا حطيناها كاحترازيا، هني تبين عامة كل شخص وش كثر عامة مهم له الشخص الثاني. أنا والدي بالنسبة لي لما زوره وتعذر علي زيارته، ولكن أنا حاط في قرارة نفسي أن أنا أمنع الاختلاط به عشان يتجنب أن يحدث له مرض بعيد الشهر أو مكروه أو أن إصابة تأثر عليه في رمضان. أنا أعتقد هذا شيء ومفهوم يبي له تعزيز أكبر وأكبر، وهو فرصة أن إحنا يصير عندنا التباعد الجسدي وليس عامة القلبي. إحنا نتكلم عن تباعد اجتماعي، إيه نعم، لكن ما يمنع أن يكون في تواصل، بالعكس نحتاجهم ترى على فكرة في وقت الأزمات. نعم. نحتاج الناس أن هي تتضافر، الناس تتكلم مع بعضها بعض، وهناك في عدة أساليب. الحمد لله إحنا في نعمة أن عندنا يعني مو مثل أول ما عندنا خلينا نقول يعني قنوات تواصل، الآن قنوات تواصل أكثر من كثيرة اليوم، أكثر من اللازم حتى، وممكن استخدامها في أي وقت. أنا أعتقد أن إحنا قضية التباعد، قضية لبس الكمامات عامة، قضية غسل اليدين، قضية الاحترازات العامة الطبية اللي إحنا نتكلم عنها، رمضان يمكن بالعكس يكون هو فترة أول شيء لإبداء المسؤولية هذه، وشيء ثاني أنت عندك بقربك في بيتك قاعد معاهم. إذا عندك أنت برنامج فبرنامج توعوي، برنامج تذكيري مع بعضهم بعض، بالعكس أكثر وأكثر. أنا شفت إبداعات كثيرة ترقعي في هالوقت، الإبداعات حتى من الأسر نفسها. لو تكلمنا عن الكمامات ما شاء الله الأسر بروحها قامت تبدع وتسوي وتخيط. احنا يعني عندنا شعب ذهب ما شاء الله، يعني عندنا فعلا ناس نفخر فيهم وشلون هم عامه يعني خلينا نقول يتعاملون مع الموقف. ما اعتقد ان هذا رمضان بيكون تحدي لهم، بالعكس انا اعتقد مكسب، خلنا يكون لنا مكسب اكثر من يكون تحدي. بالتاكيد بالتاكيد دكتور، يعني شفنا في المرحله السابقه ايش كثر يعني المواطنين بداوا فعلا يتكيفون مع الوضع، وللامانه مثل ما تفضلت يعني في يعني مشاركه من الجميع، في تضامن من الجميع. لكن دكتور امس في المؤتمر الصحفي الله يعطيكم الصحه والعافيه، يعني ذكر الدكتور مناف القحطاني، اوجه له تحيه طبعا، موضوع اللي هو تسطيح المنحنى، بان احنا اقتربنا من تسطيح المنحنى. احنا نعرف نسمع عن تسطيح المنحنى انه يكون اللي هو ما يكون بشكل تصاعدي انما يكون بشكل يعني افقي، يعني هذه حسب المعلومه اللي وصلتنا يعني من الدكتور. لكن احنا نبي نعرف شنو هي العوامل اللي تاثر في تسطيح اللي هو المنحنى، وان شاء الله متى يعني اذا
يعني تتوقع معانا يعني متى راح يكون هذه يتم بشكل كامل؟ نعم، هي بس عشان يكون شرح بسيط، كان انا يعني المتوقع مثلا في البحرين خلينا نقول والله 10% من الشعب عامه ممكن يصير عندهم اصابه عيد. طبعا هذا رقم غير علمي اللي انا اقول عنه، قول 100,000 مثلا اصابه في البحرين بعيد الشعب. اذا انت عندك، اذا انت ما كسرت المنحنى او خلينا نقول ما سويت له عامه فلاتن زياده او حاولت ان انت تقلله، معناته انت بتحصل ذي الحالات كلها في وقت جدا قصير. نعم. يعني في اسبوعين في بعض الدول شفناها وصلت الى يعني 10% من مجتمعها ان عندها اصابات. نعم. اذا كانت الحد ذي العالي في وقت عامه قصير، معناته ان انت المؤسسات الصحيه اللي تقدم لك خدمه ما بتستطيع ان اصلا تواجه ذي المشكله ابدا، وبصير عندك مشكله الناس تبي علاج حتى لو متوفر ما تقدر توفر لهم. نعم. اسره ما بتقدر تعطيهم اياها، بيصير عندك مثل حظر تجول، منع من الامور الاساسيه اللي كل يوم انت عم تقوم فيها، في تشديد اكثر واكثر مثل ما صارت بعض الدول، والله صك مدينه كامله، صك دوله كامله. احنا عندنا في البحرين العدد الكبير اللي احنا نتكلم عنه ما صار الحمد لله 40 في الوقت القصير اللي احنا خايفين فيه، لكن هذه المنحنى صار على مستوى ابعد. فاذا الوقت يمكن العدد موجود ان شاء الله بعد شهر ما يكون موجود، اذا احنا نقول شنو الاثر اللي تمثل سالتني اياه. فانا لما اقول والله هذه 100,000، اول شيء ممكن انا اسطحهم اخلي المنحنى ساطع، انه بدل يصيرون لي في اسبوعين يصيرون لي في 4 شهور العدد نفسه، بحيث ان انا ما يصير عندي خلل في نظامي واعيش حياتي طبيعيه، ومراكز الصحيه مستشفيات الصحيه تقدر تتقبل ذي الامور اللي صايره واعيش طبيعي والحمد لله في البحرين. هذا الحين اللي صاير عندنا. الشيء الثاني اللي 100,000، هل انا ممكن اقللها؟ يعني انا الحين خليت الوقت اطول للحالات، لو ان عندي وباء ما اقدر اسوي له كنترول ياي. لكن في هل عندي أنا ممكن أأثر على العدد ذي بدل يصير عندي 100,000 ممكن يصير عندي 20,000 بس فقط أقللهم؟ إيه نعم ممكن. الاحترازات اللي إحنا قاعد نتكلم عنها في قضية التباعد هي قضية عدوى الفيروس سلمك الله يكون موجود أنا عندي ويبي ينتقل حق شخص ثاني. إذا الشخص الثاني موجود وقريب وصار عندي أنا التصاق فيه بينتقل له، وينتقل من هذا الشخص إلى شخص ثالث ورابع وخامس. إذا أنا قطعت هذه المسافة الفيروس بياخذ حد في ذي الجسم في خلال 14 يوم 3 أسابيع المناعة الجسم تقضي عليه، فالفيروس هل بيقدر ينتقل؟ لا ما بيقدر ينتقل. فالإصابة كانت موجودة في شخص بتنتقل إلى 1، 2، 3، إلى 10، الآن صارت فقط في شخص. فالعدد سلمك الله يا أخوي بسام إيه نعم إحنا شلون نأثر عليه؟ الاحترازات اللي قاعدين كل يوم إحنا نقول عنها، قضية التباعد، كقول كمامات، قضية الناس إنها تلتزم في مو بأكثر من 5 أشخاص تحاول. لاحظنا أن هذه لها أثر كبير ولها أثر في البحرين الحمد لله رب العالمين. أرقامنا ليست الأرقام يعني الحمد لله رب العالمين الكبيرة ما زالت، وشيء ثاني أن إحنا الوقت، فإذا طولنا في الوقت فإذا المنحنى صار طبعا خلينا نقول مسطح، والحمد لله ما تأثرت خدماتنا وإحنا عايشين. يعني هو مرتبط بالطاقة الاستيعابية، ان احنا طاقتنا الاستيعابيه عاليه قدرنا نحافظ عليه، وفي نفس الوقت مرتبط بعدم انتشار العدوى. طاقتنا الاستيعابيه احنا اللي سويناها في الديره بحيث ان كنا قلنا لولا بعيد الشهر صار عندنا المنحنى الكبير. المنحنى المسطح عندنا طاقه استيعابيه مثل الامس اللي احنا كنا نتكلم عن طاقه استيعابيه ما زالت الحمد لله بعدين كبيره. لكن اللي عندي انا اللي يخلي التسطيح اكثر هو وعي الناس والتزامهم بهذه الاحترازات والجهود اللي تقوم فيها عامة الدولة والكوادر الطبية. ممتاز. أنا قاعد أفحص، قاعد ألتزم، قاعد أسوي عامة عزل للناس، قاعد يعني أسوي نظام بحيث يمنعني من زيادة العدد. نعم. ويأخر الوقت بالنسبة لي عن الإصابات اللي تكون عندي في فترة بسيطة، وأعتمد على الناس كذلك ووعيهم والتزامهم أنهم يخففون لي كذلك العدد، يصير معاني شوي طوال. أمس سألوني، سامحني على الجسم، أمس سألوني عن تفضل، قالوا لي والله متى بنرجع حق حياتنا الطبيعية. أنا كنت أتناقش مع الدول حتى القريبة من عندنا، كان يقول لك متى إحنا بنرجع تدريجيا نخفف القيود. إحنا رابعا في البحرين ما عندنا القيود هذه، ما وصلنا إلى أعلى القيود اللي نحتاجها. نعم. لأن عندنا الحمد لله رب العالمين الحالات لحين مثل ما قلت أنت المنحنى أنه مسطح، والحالات اللي ما ارتفعت شديدة قصدي. وشيء ثاني أن إحنا الإجراءات اللي أخذناها في البحرين اليوم كل الناس إذا تطلع، كل الناس تقدر تروح عامة بسيارتها، كل الناس تقضي حاجتها الرئيسية الموجودة مثل مخبات سواء مطارنا سواء داخل ديرتنا، وإحنا نسوي بعض الاحترازات نعتمد اعتماد كلي ونتحدى وعي الناس. صحيح. إذا وعي الناس هو الميزان كبير جدا بالنسبة، إحنا نسوي
نسوي اجراءاتنا، ولكن وعي الناس هو المهم عامه بالنسبه. اكيد يعني دكتور احنا دائما نقول ونعول على وعي الجمهور معنا، ودائما احنا نقول ان البحرين كبيره، كبيره بابنائها، كبيره بامكانياتهم، وكبيره بوعيهم. يعني هنيئا لنا على النعمه اللي احنا فيها، وشكرا جزيلا لكل من يعملون اليوم عشان يحافظون فعلا على امن وامان مملكه البحرين. الدكتور وليد المانع وكيل وزاره الصحه، شكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا لك.